اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين فقرتنا النهارده مع فريق الشباب لكره السله اللي اخد منطقه القاهره هو وكل القطاع الحقيقه حصدوا بطولات المنطقه في انجاز كبير. حتى هذا الفريق فاز بالبطوله دي بعد 7 سنوات غياب عن النادي الاهلي. بنرحب في البدايه بمحمد سعد سعدولة، الحقيقه عمل مباريات كبيره جدا حتى يعني اسم الشهره بتاعه يعني علق مع جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا محمد. اهلا حضرتك يا كوتش، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. معانا محمد نبيل بخيت كابتن الفريق وابن النجم الكبير كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن نبيل بخيت. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا كوتش، منورنا ومنور قناه الاهلي. الله ينورك يا كوتش. محمد، يمكن البطوله دي بعد 7 سنين ما دخلتش النادي الاهلي، صح؟ لا. الجيل ده 20 سنه 20 سنه بقى له 7 سنين ما خدش بطوله المنطقه يعني. طب انت يعني رايك ايه اللي ميزكم انتوا عن ال7 سنين اللي فاتوا عشان تيجي البطوله؟ هو احنا يعني السيزون بدأ يعني كنا واخدين خطوات صعبة شوية، كان في إصابات كتير وفي لعيبة كانت ناقصة وفي لعيبة سافرت، بس طبعا كابتن ماجد اشتغل علينا واشتغل باللي موجود وطبعا بتعبنا. الحمد لله الظروف ربنا كرمكم في ربنا الآخر، كرمنا في الآخر بالبطولة. طب مين اللي كان مصاب يا محمد؟ كان عندنا كابتن، عندنا كريم أبو سريع جاله رباط صليبي، وعلي في نص السيزون لما رجع من بطولة افريقيا جاله برضو اصابه في ركبته. دول غابوا عن الفريق، دول غابوا عن الفريق وان شاء الله هيرجعوا لنا في بطوله الجمهوريه. قدامهم شويه ورجعوا محمد ولا علي؟ الحمد لله رجع، ابو سريع لسه شويه. لسه شويه بس هيلحق بطوله الجمهوريه ان شاء الله. الجمهوريه هتتلعب امتى يا محمد؟ لا لسه الاتحاد ما حددش البطوله هتبدا امتى. نعم، طب خليني يعني اجي لك يا محمد. يمكن انت اديت ماتشات حلوه بصراحه، وحتى كان ابرز مباراه كانت تقريبا الجزيره ولا كانت الشمس؟ في مباراه انت حطيت فيها سكور كبير. الجزيره صح. انا فاكر، انا حتى اتفرجت على لقطات منها. في تحول كبير في مستواك وفي تحول كبير في ادائك، السر في ايه؟ السر في ايه يا محمد؟ والله يا كوتش، كان السيزون اللي فات كان عندي طموح ان انا مثلا بدا ابقى في الحته دي، ابقى في الحته الاحسن منها. حقك. فانا السنه اللي فاتت كنت عامل الحمد لله يعني كان موسم كويس، السنة اللي بعدها عايز بقى اللي هو تترجم ده بقى ابقى احسن من كده بكتير. فالحمد لله يعني اتمرنت في الصيف. انت 2004 يا محمد صح؟ يعني لسه عندك كمان سنة ما شاء الله. طب بعد مبارياتك مع الفريق مستر اجوشت استدعاك اتمرنت فوق ولا لسه؟ على طول بعد الفاينل نزلت تاني يوم على طول تمرين اتمرنت معاهم حبة. انت بتلعب مركز 4 يا محمد صح؟ 4 و3 اتمرنت معاهم كام تمرينة في الدرجة الأولى؟ انا كنا في فترة الإعداد في البري سيزون كنت انا بادئ معاهم. بعدها لما هم راحوا افريقيا كالمنتخب يعني رجعنا تاني في الفرقه، بعدها طلعنا تاني بنطلع على طول يعني ساعات بنطلع وبنطلع. شاركت معايا ماتشات مع الدرجه الاولى ولا لسه؟ لعبت ماتش هليوبلس في المرتبط. هناك ولا هنا؟ هناك في هليوبلس. هناك ولعبت ماتش انا حضرت الماتش ده الشوط الاول والتاني، بس انت يمكن لعبت التالت او الرابع صح؟ لعبت التالت والرابع. انا بقول لك انا ما كنت ما حضرتش عشان كده ما خدتش بالي ما شفتكش. طيب لعبت هليوبلس وايه تاني؟ والكهرباء كان في منطقه القاهره. كان في اول ماتش في السيزون خالص. كنا احنا عشان بري سيزون وكنا بنتمرن كتير، فهو كان عايز زي ريورد لينا يعني ان احنا نلعب الماتش ده. طب شايف نفس السؤال اللي سالته لزمايلك، ايه المهاره اللي انت شايفها في كره السله انت شايفها اساسيه واللي هي ممكن يعني احنا بنقول تاكلنا عيش زي ما بنقول باللغه الباسكت، يعني بتخليك تاكل عيش في الملعب وتبقى تبان بشكل جيد جدا، ايه المهاره اللي شايف اساسيه جدا يا محمد؟ انا بالنسبه لي شايف ان الدريبلينج والشوتينج. يعني اللعيب لو مثلا ما بيعرفش يشوط صح، اي ديفندر هيبقى ساقط عليه، مش هتوصل المربع، مش هيعمل له اي حاجه اصلا، وهدافع عليك 5 لعيبه مش واحد بقى. بالظبط. لو ما كانش عندك التصويب من بعيد هتبقى عندك ازمه. صح، برافو عليك. طب نفس الكلام برضو يا محمد، انت شايف كده؟ شايف التصويب مهم ولا شايف ايه اهم مهاره؟ انا يعني بميل اكتر للبنتريشن، عشان بحس ان يعني اللعيب اللي هو لو قافله معاه في الشوتينج خلاص هو كده ماله، يعني ملوش لازمه في الاوفنس، بيبقى قافله معاه جدا. بس طبعا انت لو بتريت نسبتك بتعلى اكتر، لازم ان انت تجيب باسكت وتفتح بقى شوتينج لزمايلك، بيبقى اسهل يعني ان انت تلعب زمايلك وتلعب انت لو بتريت اكتر. تعرف ان بابا كان كده برضو، كان ريباوندر وكان بلوكر كمان. شفت ماتشات بابا يعني؟ ما تهالي زمان ما كنتش شفت ماتشات. شفت شويه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله. انت عارف ان بابا كان بينط وكان يعني ما شاء الله لعيب ديفندر ولعيب حتى في الهجوم، كان نفس فكرك بيوصل المربع. طب قول لي يعني مين ماسك الاعلى، مين اللعيب اللي انت بتقول انا عايز اكون زيه يا محمد؟ يعني من هنا ولا الاثنين هنا وبره؟ من هنا بميل اكتر لعمي كابتن خالد بخيت. كابتن خالد طبعا، كابتن خالد بخيت طبعا اسطوره وحدوته كبيره،
ولعب بطوله افريقيا اللي طلع فيها كاس عالم في اسكندريه اللي هي كانت الكره الشهيره بتاعت مدحت ورده صح؟ كان في الملعب كان في الملعب في الكره دي. بتميل قوي لعب كابتن خالد؟ بحب لعب كابتن خالد. طب بره؟ بره يعني بميل اكتر للعب بول جورج. بول جورج بس ده كان جاله اصابه من فتره جامده. جاله اصابه في رجله ورجع منها، بس ما شاء الله عليه يعني مستواه عالي جدا حتى بعد الاصابه. طب قول لي يمكن الماتشات اللي احنا لعبناها الست ماتشات اللي هم كانوا مدينه نصر، الجزيره، الشمس، اكيد في ماتش كان صعب من وجهه نظرك يا محمد، اصعب ماتش كان ايه في الست ماتشات؟ انا كنت شايف يعني ان الماتش الاخير ماتش الفيصل كان اصعب ماتش بالنسبه ان احنا طلعنا بدانا ماتش كويس في الاول، بعدين هم رجعوا علينا واللي حصل في الاخر الشوطين في الاخر دول ربنا يعني كرمنا وجلوهم كانوا احسن لعيب عندهم يعني كان احسن لعيب. كان ستريس علينا كبير قوي يعني، وده كان ماتش البطوله. تكسب تخسر خلاص راحت الحمد لله، تكسب تاخد بطوله تخسر راحت البطوله. انت كلامك صح، اصعب ماتش يعني مش الماتش اللي خسرناه، لان الماتش اللي خسرناه كان ليه تعويض. الماتش اللي خسرناه احنا كنا داخلين متدلعين شويه، كنا ناقصين لعيبه برده كمان، كنا ناقصين لعيبه وكنا حاسين ان البطوله خلصت عشان احنا كسبناهم قبل كده، فكان عندنا يعني دي كانت حته وحشه عندنا. فالماتش بقى التاني ده لما كملنا كلنا وكلنا خلاص دخلنا في مود الماتش، الحمد لله ربنا كرمنا يعني واخدنا البطوله. يعني طب يعني هل اللي قاله كابتن مودي الجرحي صح؟ هل الكابتن مودي قاله؟ طبعا اكيد اللي قاله صح، بس يعني انت حاسه انه الروح اللي بره زي اللي جوه هي دي اللي كسبتكم البطوله؟ هو كابتن مودي مع حق الصراحه، كان يعني لما كان في فترات كده كان الناس تبقى زعلان ان هو هيبقى عايز ياخد فرصه شويه، ده وضع طبيعي، كان بيبان ان الفرقه فيها شكلها مستواها قل شويه وشكلنا مش كويس، بس لما كلنا يعني ما كابتن مودي رجع ان الشوطه ممكن تيجي وشوطه ما تجيش، لو الكل على القلب رجع واحد بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كرمه. فهو ده اللي حصل معاكم في اخر ماتش. بس انا صحيح انا انا انا, أنا يعني بنفس رايك ان اصعب ماتش كان الماتش الاخير، لانه الحقيقه كان برده حتى عبد الله ناصر كان نزل لعب معاكم وكان مؤمن طارق خيري وكانوش متمرنين معاكم بشكل كتير، فكان برضو ما كنتوش فيه تناغم قوي في الفرقه، بس هو فعلا كان اخر ماتش. طب محمد يمكن نفس الكلام، مين ماسك الاعلى؟ انت عايز تبقى زي مين هنا او بره؟ بره انا بحب لعب يونس انتكومبو. عشان هو على طول بينط وبيضنك. لا ده سفاح. يونس سفاح يعني، بص بيعمل كل حاجه. بص اوديكي فين يا قوه. يانس ده بياخد الملعب كله. طيب ده بره. طب هنا في مصر؟ بره في اتنين بصراحه، انا بحب عمرو الجندي و انت نفس مركزك وبالظبط بلعب 3 و4 وايهاب امين. ايهاب امين بس يعني ايهاب ممكن يمشي ثلاثيه برضه. بس ساعات بيمشي ثلاثيه. وهم الاثنين بيشوطوا وهم الاثنين دريبل بتاعهم كويس جدا، فانت شايف الحته دي. طب انت لما اتمرنت مع ناس بقى مسك الاعلى هم، يعني انت اتمرنت مع ايهاب امين واتمرنت مع عمرو الجندي، شعورك كان ايه؟ هو طبعا كان اول مره خالص، كنت مبسوط جدا، اللي هو حاجه كنت بشوفها من وانا صغير فجاه بلعب معاهم كده مره واحده. فطبعا كان اول تمرين مثلا اول فتره كان الوضع كان ملخبط شويه، بعدها بقى الوضع بقى كويس، اللي هو خلاص ده لعيب زيه وزي احنا بالظبط، ونزق ونضرب وكل حاجه، مش ضرب يعني زق ونعمل ديفنس يعني. يعني لعيب مثلي اعلى، ولكن لازم العب جامد عشان استفاد. بالظبط، اللي هو بيعمله ده، اللي هو لما انا دافع عليه ده حاجه هتفيدني انا. صحيح. لما انا هاجم على ديفنس لعيب ايهاب امين يعني ما شاء الله احسن لعيب في افريقيا. صحيح. فالموضوع بيبقى كده. طب انت شايف يعني ايه التعليمات اللي كان ممكن مستر اجوستي يقولها لك؟ طب خلينا الاول في تعليمات كابتن ماجد، ايه اللي كابتن ماجد مدير فني 20 كان بيقول لك تعليماتك، بيوجهك في ايه في الملعب، بيقول لك ايه دايما كان بيطلبه منك؟ والله كابتن ماجد كان على طول بيبقى في ظهري، او مش في ظهري انا بس، في ظهر اللعيبه كلها، كان دايما بيحمسنا ان احنا ننزل ونلعب، اللي هو ما تخافوش، انا لا احنا لو كسبنا المكسب ده لينا احنا، لو خسرنا هو هيشيل الخساره. هو ما ينفعش برضه يقول كده، هو كان بيدعمكم بشكل جامد. بالظبط، هو يعني هو كان في الاول وفي الاخر هو كان عايزنا نكسب، كان شايف. طب مستر اجوستي مثلا لما اتمرنت معاه كان بيقول لك ايه؟ هل وجه لك حاجه ولا انت مع التمرين؟ هو كان على طول بيركز على الشوتنج بتاعي، كان بيهتم على طول في الشوتنج. عايزك تشوت. عايزك تشوت. هل قال لك حاجه ثانيه غير الشوتنج؟ هل في تريلات معينه؟ هل في حاجات معينه كان بيدخلك فيها؟ انت برضو بتحس المدرب عايز منك ايه؟ هو انا لسه طبعا، عشان انا لسه دي اول طبعاً. دي اول سنه ليا اللي هي 20 برضو. فبنزل مثلا في كل حاجه مثلا الا اخر مثلا تقسيمه اللي هي تقسيمه الماتش، اللي هي خلاص دول ال 12 اللي هيلعبوا. دي مثلا ممكن ما انزلهاش. لكن مثلا كل الدريلات بتاخدها. كل الدريلات بتاخدها الحمد لله. طب محمد يمكن برضو اجي لك، انت كابتن الفريق صح؟ طب انت برضو كلامك مع اللعيبه ازاي؟ انت كنت بتقول اللعيبه زمايلك ايه قبل الماتشات المهمه؟ يعني بكلم اللعيبه ان هو العب،
انت مش ما عندكش حاجه تخاف منها. صح، انت هتعمل اللي عليك وانت تعبت وربنا يكرمك ان شاء الله، وبتعبك ربنا ما بيضيعش تعب حد. صحيح. فاحنا يعني كنت حتى بكلم سعد قبل الماتش، كان في ماتش سعد ما لعبوش قد كده، كنا داخلين ماتش الجزيره اللي هو التاني، قلت له انت ما عندكش حاجه تخسرها. صحيح، انت عملت اللي عليك، انزل العب ربنا ان شاء الله يكرمك. بس ماتش الجزيره التاني برضو كان صعب. ما هو كان ماتش صعب بس الحمد لله يعني ربنا عداه. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا مع ابطال فريق الشباب لنادي الاهلي اللي حصدوا البطوله بعد غياب 7 سنوات، وبالمناسبة قطاع الناشئين والناشئات إن شاء الله هيكون العلامة الكاملة في بطولة القاهرة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع نجوم فريق الشباب لكرة السلة. يعني محمد أجيلك، يمكن أنت في كلكم في جامعة. طيب في سنة كام في الجامعة؟ تانية بتهيألي؟ تانية. 2003 بيبقوا تانية، 2004 ممكن يكونوا أولى لسه. طب بتدرس ميجور إيه أو؟ أنا بزنس. بزنس. الدنيا ماشية مع الدراسة والباسكت ولا صعبة؟ كله الحمد لله. بس كله تحت السيطرة؟ هو برضه كابتن ماجد بيساعدنا يعني مواعيد التمارين، بيساعدنا نوفق مواعيد التمارين مع الجامعه عشان برضو ما نقعش في الجامعه قوي. صحيح. طب انت نفسك تكمل في الاثنين؟ يعني هتكمل باسكت وهتكمل دراسه عادي جدا، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. الموضوع بيبقى صعب. طب انت شايف ايه يعني ايه اللي ممكن يضحي بيه الرياضي؟ يعني الناس لازم تبقى عارفه ان الرياضه دي حاجه مهمه، لان في ناس بيتفرجوا علينا وفي ولاد صغيرين بيتفرجوا علينا. ايه اللي انت شايف بتضحي فيه؟ وهل المكسب اللي انت بتاخده من الرياضه يعادل التضحيات دي يا محمد؟ يعني اكيد برضو يعني المكسب اللي باخده بالرياضه بيعادل الحاجات دي. اكتر حاجه بحس ان انت بتضحي بيها علاقتك الاجتماعيه مع اصحابك اكتر يعني. بس انت قصاده بتكسب صحتك، بتكسب حاجات كتيره جدا، وبتخرج معاهم برضو. يعني مش قاطع تماما، بس في مكسب. طب شايف ايه المكسب التاني؟ يعني انت بتقول يعني في مكاسب كتير، ما بخرجش مع اصحابي، ايه المكسب الاساسي اللي خدته من الرياضه؟ المكسب الاساسي طبعا اكيد برضو صحتك. تمام. انت بتلعب رياضه يعني بتتحرك بتبذل مجهود، فاكيد صحتك برضو يعني طبعا حاجه مهمه. بتلعب حاجه بتحبها. دي حاجه مهمه جدا جدا. طب محمد برضو نفس الكلام، يعني انت اولا في اولى ولا ثانيه يا جماعه؟ انا اولى. طب الدنيا معاك ايه؟ يعني بتدرس ميجر ايه؟ بزنس برضو. بزنس. شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ هل قادر توفق بالاثنين ولا في صعوبه؟ لا، هو الدنيا الحمد لله كويسه لحد دلوقتي، قادر بعمل الاثنين والاثنين زي ما خيط قال. كابتن ماجد بيقدر يدينا السبيس ان احنا نقدر نذاكر مثلا او نحضر دروسنا والمحاضرات، وان احنا نيجي التمرين بالليل. بيبقى في وقت في النص نقعد نذاكر. فكابتن ماجد قادر يحافظ على الموضوع ده. طيب يعني لو على مستوى الدرجه الاولى، لو على مستوى الكلام ده، طب اكيد انت في تضحيات برضو. انت راجل يعني عايز تمشي في الاثنين، وده وقت ومجهود. ايه اللي بتضحي بيه؟ والله يا كوتش، هو الرياضي عامه عامل زي الراهب. برافو عليك، حلو التشبيه. لا، لازم يبقى على طول ايه، مركز مع نفسه وصحته واكله ونومه، كل الكلام ده. مثلا هبقى ساعات اكيد في وقت ان هو وقت فاضي، مثلا ممكن ينزل يخرج، ممكن يعمل كذا، بس في الوقت الفاضي. بس في الوقت الفاضي بالظبط. لكن يعني هو ما يفضيش نفسه عشانها. بالظبط. حتى كمان لو الوقت الفاضي، ممكن مثلا لو انا مثلا مش تعبان، ممكن انزل مثلا اروح الجيم، ممكن انزل اشوط في وقت فاضي. مش بتبقى الاولويه دايما ان احنا ناخد، ان احنا نخرج، ان احنا نعمل ده برضو بيجيب. طب ده مضايقك؟ لا مبسوط بيه؟ لا خالص. ولا بقى خلاص بقى لايف ستايل؟ بالظبط. انا بلعب باسكت بقالي 10 سنين ولا حاجه. فالموضوع بقى لايف ستايل زي ما حضرتك قلت. خلاص، ما عنديش ازمه خالص، ولا حاسس ان انا بضحي. طيب يعني لو حد شاب صغير دلوقتي عنده 11 12 سنه ما بيلعبش رياضه، لازم يسمع النصيحه من حد قريب منه في السن. تقول له ايه؟ تقول له يلعب رياضه ليه؟ ليه يلعب رياضه؟ ليه لازم يحافظ على الرياضه زيها اكل والشرب بالظبط؟ عشان اولا الرياضه، غير ان هي حاجه بتقوي الجسم وكده، اولا بتغذي العقل. صح. لو اللعيب مثلا بيبقى كرياضي، يعني بيبقى مثلا ايه، مركز ان انا مثلا مش هقدر اعمل حاجات كده علشان ايه، انا رياضي. مش هقدر مثلا ان انا اعمل حاجات غلط عشان انا رياضي. تبقى الرياضه عامه بتقوم السلوك، تخلي كل واحد مركز اكتر في الحاجات اللي هو عايزه، اللي هو عايزها، اللي هو عايز يحققها. صحيح. طب قول لي يا محمد، يمكن ماتشين الجزيره كانوا صعبين، يعني ماتش الجزيره الاول والثاني، لان الجزيره هو حامل اللقب البطوله دي. يمكن الشمس كانت الفاينل، بس ماتشين الجزيره الاثنين كانوا عصبيين شويه. شايف الماتشين دول كانوا مهمين، ولا شايف الشمس كانت ماتشاتهم اهم بكتير من الجزيره؟ انا شايف ان الجزيره كانت ماتشاتها اهم، لان اولا الجزيره كان زي ما حضرتك قلت الفرقه اللي كسبت البطوله دي 6 سنين تقريبا ورا بعض، انا مش فاكر كام. فاحنا كنا دايما من اول السنه، من اول تمرينه، احنا مقررين احنا هننزل نكسب البطوله دي
مفيش حاجه اسمها جزيره، مفيش حاجه اسمها حاجه، بس الاهلي اللي هيرفع لازم ياخدها. بس كان في تحدي يعني، وربنا سبحانه وتعالى كرمكم، كان في تحدي الحمد لله على صعوبات ممكن ما احد مفيش حد يعدي بيها. لعبتوا لعيبه ناقصه ولعبتوا ماتش الاخراني كاملين بس ما اتمرنتوش مع بعض، لا كان في صعوبات يعني. بس محمد يعني بجيلكم بقى، انتوا اكيد مريتوا 14 و16 و18 نفس الجيل 2003 2004 مين اقوى جيل كان بياخد عندكم، او الفرقه اللي كانت بتاخد الجمهوريه مثلا؟ هو احنا في جيلنا يعني الحمد لله احنا دايما كل سنه كنا بنكتسح الجمهوريه. احنا 2003 2004 في 18 نفس الكلام و16 نفس الكلام، 18 و16 نفس الكلام الحمد لله. طب مين اللي كان بينافسكم، مين اللي هتلاقوه في الجمهوريه قوي؟ الشمس واحنا في 16 كان معاهم برضو عبد الله ناصر. احنا جبنا بقى عبد الله خلاص دلوقتي. كانت فرقه تقيله الحمد لله. هنقول طب بالنسبه لفرقه اسكندريه، اسكندريه الاتحاد وسبورتنج. الاتحاد وسبورتنج يعني سموحه مش في النقطه، سموحه مش هي الفرقه الجامده كويسه أوي. بس دول اللي بنبص عليهم عيون اكتر يعني، سبورتنج والاتحاد. صح. طيب شايف دلوقتي الوضع نقدر نكسبهم في الجمهوريه ولا هيبقى الموضوع صعب محتاج شغل؟ هو كل حاجه محتاجه شغل طبعا، بس يعني ان شاء الله احنا قدها. طب وانت محمد نفس شايف نفس الكلام يعني الجمهوريه تبقى الفرقتين دول منافسه؟ طبعا الشمس هتخش طبعا، ما الشمس داخله معاكم، يبقى اهلي شمس سبورتنج اتحاد ويجي سموحه كمان. شايف البطوله بتبقى يعني شكلها ايه؟ الجمهوريه ممكن ناخدها برده ونحافظ على الانجاز؟ هي طبعا البطوله هتبقى صعبه جدا، بس احنا اهم حاجه ان احنا بنبقى ايه، نتمرن ونشتغل ونجتهد. يعني مش صعبه يعني نقدر بالتمرين نقدر يعني طب هل هم عندهم لعيبه مساعدين الدرجه الاولى زيكم زي مؤمن وعبد الله ناصر؟ في كل فرقه تقريبا في اثنين او في اثنين. نفس القصه عندنا. بس نقدر احنا يعني ان شاء الله. شايف الموضوع في الملعب، ما هو يعني مش بعيد قوي. بالظبط ان شاء الله. طب قول لي يعني يمكن انت شايف ايه يعني البطوله دي غابت 7 سنين، نفس السؤال اللي سالته لكل زمايلك، البطوله دي بقى لها 7 سنين مش موجوده، ما جاتش النادي الاهلي. ايه اللي خلى البطوله ترجع تاني؟ ايه اللي احنا عملناه او الجيل ده عمله خلى البطوله ترجع بعد 7 سنين؟ ان احنا بصينا لنفسنا وعرفنا كل واحد نقطه قوته فين ونقطه ضعفه فين. ان ما ينفعش حد يبقى يقع مننا نسيبه ونقعد مثلا نشمت فيه. كلنا عيله واحده. الروح يعني، انت قصدك الروح. بالظبط. الروح كانت عاليه جدا عندكم. هو ده التحول الرهيب اللي حصل. يعني افهم من كلامك ان الروح يعني ممكن تعمل معجزه. بالظبط. بالنسبه لفريق شاب لسه يعني ما اكتملش فنيا في كل النواحي، ولكن شايف ان بالروح نقدر نعمل اي حاجه. بالظبط. محمد نفس الكلام؟ انا شايف برضو الروح ومساعده الجهاز لينا. بمعنى؟ يعني كابتن داني كان بينزل لنا ساعات في التمارين بيساعدنا في حاجات. كابتن علاء العشري مدرب الاعداد البدني طبعا. كان بيساعدنا جدا حتى نفسيا، كان في الماتشات بيساعدنا. كابتن اوجستي كان بينزل لنا لعيبه الفيرست تيم ساعات يساعدونا. عبد الله ناصر ومؤمن ومحمد خيري. كانوا بيتمرنوا معانا ساعات عشان برضو يعلوا الليفل بتاعنا عشان نطلع كويسين. كابتن يعني ماجد طبعا كان بيدينا طبعا. كابتن ماجد المدير الفني يعني الدعم اللي قدمه الجهاز وكل جهاز كره السله ده برضو كان احد عوامل الفوز. طب يعني قبل ما نختم بقى، انت طموحاتك ايه يا محمد؟ انا يعني نفسي طبعا اكمل في النادي الاهلي ان شاء الله، واتصعد درجه اولى والعب درجه اولى و امشي في التعليم الحمد لله كويس ان شاء الله. محمد قبل ما اختم، طموحاتك؟ زي ما فكيت قال، ابقى لعيب في فيرست تيم في الاهلي. طيب احنا قبل ما نختم يا جماعه، كان في لقطه كده حصلت في المباراه، اعرضوها سريعه يا جماعه الصوره بس. الصوره دي كان كابتن ماجد سلامه المدير الفني، ده لاعب نادي الشمس. اسمه ايه لاعب نادي الشمس يا محمد؟ مازن. بكى بعد الماتش لانه كان حقيقه اقرب للفوز او كان عايز يفوز، فلما كابتن ماجد لقاه بيعيط لبسه الميداليه بتاعته وطبطب عليه، وزي ما بيقولوا من اجل ذلك تلعب الرياضه. لما يجي النهارده مدير فني النادي الاهلي كابتن ماجد سلامه يقلع الميداليه ويلبسها للاعب نادي الشمس يقول له ما تزعلش، هي دي الرياضه وهو ده النادي الاهلي الحقيقه. مش مهم يعني مين يكسب، طبعا النادي الاهلي بيدور على المكسب في كل وقت وفي كل حين، ولكن طبعا هي دي الرياضه. في الاخر بشكرك يا محمد، نورتني وشرفتني. شكرا يا كوتش، انا اتشرفت بحضرتك والله. نورتني وشرفتني محمد، بشكرك، نورتني وشرفتني. نورك يا كوتش. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع شباب كره السله، انتظرونا في الحلقات القادمه. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه اخرى من حلقات الابطال.